تعرف ان هذه يعني فيها مخاطره. ما هو مخاطره ان شاء الله اكون يعني يعني ما راح اكون طيب معاك علشان اخترت تغنيتي يعني. لا طبعا انا بدي اسمع رايك. لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب إنسى تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها عزيز الناس ويكفيها بأن الله مولاها قبل لا تشتكي همها تحس بحكمتها فيها لعلة خير ننطقها ولا ندري بخباياها على كثر الألم عندي أمل باللي عافيها فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها تهون بدمعي الشكوى إذا لله ببكيها يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذاق بلوى فهون بالرضا عندي بشاكلها وبلاويها يا رب اكتب لنا عيشة وميتة انت ترضاها ولو دنيا ضاقت بي لعل خير تكفيها لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها على كثر الألم عندي أمل باللي عافيها فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها تهون بدمعي الشكوى إذا لله ببكيها لعل خير ننطقها ولا باللي عافيها فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها يهون الدمع عيد الشكوى إذا لله ببكيها